يقولوا لهم لو صارت المحاكمة البارح ولو صار التمديد ب 48 ساعة برا وروح على رواحكم. يجيو للرابطة يقولوا لهم راهو أحمد عاد كبير جاء واليوم المحاكمة نتاعو، ويجيو للمحامين يقولوا لهم راهو اليوم ما فما حتى حد اسمه أحمد بهاء الدين حمادة باش يتعدى على قاضي التحقيق. تو كنت نحكي مع رفيق محمد علي اللافي، واليوم تو مازالت وصلتنا المعلومة الأكيدة أنه زميل أحمد بهاء الدين حمادة تم التمديد في مدة الإيقاف نتاعو ب 24 ساعة، وغدوة الصباح باش يتعدى على قاضي التحقيق بصفة رسمية. لذا زميلاتي زملائي، غدا ثلاثاء إذا ما تمش الإفراج على الطالب أحمد بهاء الدين حمادة فإن الاتحاد العام لطلبة تونس، وكما سمعتوا وكما هبطت لراديو وكما باش تسمعوا في الأخبار إن شاء الله، يعلن الإضراب العام بكافة الجامعات بكامل المعاهد وكليات الجمهورية التونسية. غدوة اللي نجم الصباح نتلموا الناس الكل، نعطوا الناس الكل لتونس. غدوة اللي موجود بغض النظر من أبناء الاتحاد العام لطلبة تونس أو أي منظمة نقابية أخرى أو طلبة عاديين، اليوم الناس الكل لازمها تكون يد واحدة. اليوم الناس الكل لازم توصل صوت أحمد بهاء الدين حمادة. اليوم الناس الكل لازمها تعرف انه الطالب اي انه الطالب خط احمر، انه الطالب واي مواطن تونسي عنده حقوق وعنده حريات في دوله لا تكفر الحقوق لا تكفر الحريات. اللي ما يعرفش التهمه بتاع احمد بهاء الدين حماده، احمد مواطن تونسي ابن حي شعبي يسميه حي التضامن، الا انه احمد عمل باج سميها حي التضامن ويهبط في مطالب الاحتجاجات بتاع ولاد حومته، ويهبط في تفاعلاته مع الاحتجاجات بتاع ولاد حومته. احمد يهدوا عليه ويتعدى على قانون الارهاب لا لشيء، باش يخليوه 48 ساعه ما يدخلوا حتى حد لا محامي لا عيلته. قبل كان ماشي في بالنا كي تبدا ولد زميل كما يقولوا هما تكون مواطن على الاقل برتبه اكثر شويه من المواطنين العاديين. احمد بوه ولو ينتمي الى وزاره الداخليه الا انه لحد اللحظه هذه ما يعرف عليه حتى شيء. ولهنا رانا ماشيين بثنيه خايبه برشا، رانا ماشيين نرجعوا لاكثر من ممارسات نتاع بن علي. لو السيد اللي يحكم اليوم اللي هو قائد الاعلى للقوات المسلحه واللي هو وزير داخلية مهمته انه يوقف الشباب، وزير داخلية مهمته انه يشد ولاد الفيراج، وزير داخلية مهمته انه يكون طرطور عند رئيس الجمهورية، وزير داخلية والعباد اللي من سوسة والناس اللي من سوسة والعباد اللي باتهم محامين يسألوا شكون وزير الداخلية، يسأل بوه شكون توفيق شرف الدين، يسأل بوه شكون اللي توقف في باب الغربي، يسأل بوه شكون اللي عمل العاد وقت تبعث ببعثة باسم المحامين التوانسة.